لو قالوا مثلا في شركة من الشركات، شركة الموبايل بتاعتك بتبعت بشكل عشوائي بمناسبة كأس العالم وحاجة دعاية ليها، لو رقمك كسب هتاخد تذكرتين سفر، تذكرتين طيران ببلاش رايح راجع لأي دولة أنت تحب تروح، هم يساعدوك في الفيزا يعني، بس ما تقوليش ذهاب فقط بلا عودة عشان ده ممنوع يعني، أنت مجبر. ده مش في الأوفر بتاعنا، ده مش في الأوفر بتاعنا حضرتك، كده هنلغي الخط. أيوه. فتروح فين ومع مين؟ أكيد مش هتسألني أنا السؤال ده لأني مش هجاوب. إيه؟ أكيد مش هتسألني أنا السؤال، أنت بتسأل الناس. لا أنت ممكن تجاوب عادي. أنا عارف أنت هتعمل، أنت ممكن تسافري بالتذكرتين وترجعي بالتذكرتين. قصدك إن أنا أنانية؟ أنا أخدني وفسحني وابسطني ورجعني تاني. أيوة دي حاجة كويسة يعني، إنك تتفسحك وتسفرك بس أنا هقول لك على حاجة، بغض النظر عن التذكرة هروح بيها فين أو مع مين. إن لو عندك فرصة إنك أنت تبقى معاك حد أنت اللي تختاره يعني، دي حاجة حلوة يعني. أنا شخصيا ما بحبش فكرة أنك تبقى لوحدك يعني، الوحدة دي حاجة مش حلوة خالص، وجنة من غير ناس ما تنداس. ده مين قالك أن اللي هو بيسافر لوحده ده بيبقى في وحدة؟ لا هو مش بيبقى، هو بيروح يقابل ناس تانيين. أنا بتكلم عن نفسي يعني، أنا ما بحبش أبقى لوحدي يعني، ما بحبش أبقى لوحدي. اي ماشي، ما هو اللي هيسافر، ماشي ما هو ممكن هيسافر يقابل ناس صحابه بتاع، مش ماشي هو حر براحته، انت مش بتطرحت السؤال النهارده كل واحد يقول رايه في حريه شخصيه. دي الحريه. اوكي. ايوه انا بشوف ان احلى حاجه في الدنيا الونس، وان انت يكون عندك حد دايما يبقى هو اللي يجي في بالك قبل اي حاجه، انه يبقى ونيسك وصديقك والمرافق ليك، ويعني مش لازم صديقك ده يعني يبقى صاحبك، بس ممكن واحد بيشوف ان مراته دي صديقته واقرب حد ليه، واحد عنده حد من اصحابه هو اللي بيفضله لما يحب ياخد اجازه يبقى اقرب حد ليه، كل واحد عنده حد. بص هو في حد ممكن يروح مع صديق لي. أيوة. في حد ممكن يروح مع امه، ممكن اقول لك مثلا هروح القدس واروح اخد امي معايا، تمام، بس ما تقوليش هاخد تذكرتين اديهم لحد، لا انت لازم تكون انت ضلع يعني، من ضمن شروط المسابقه ان انت لازم تبقى ضلع اساسي يعني، انت كده كده مسافر وهتاخد معاك حد يروح ويرجع معاك، وقلنا اللي هيكسر فيزا مش هنصفره. أيوة. فتاخد مين تروح فين؟ في واحد بيحب مثلا هياخد والدته مثلا يوديها القدس، نفسها تروح القدس. في واحد هياخد مراته ويفسحها، هو كان وعيدها كده، شاف في الفيلم الامريكاني مكان كده فقال لها لو ربنا اداني عمر واداني فلوس قبل العمر هوديك المكان ده. بص انا بتخيل ان دول هيبقوا النسبه الاقل اللي هتختار دلوقتي، واحد انه ياخد مراته وهو بيتفسح يعني. يا سلام. ايوه تخيل. طب يعني انا ما اتمناش، بالعكس انا اتمنى ان كل الناس اللي هتقول دلوقتي كل واحد يبقى شايف ان مراته دي افضل حد يبقى مرافق ليه في رحله. طب هقول لك على حاجه، تفتكري اللي هيقول اخد مراتي اكتر ولا اللي هي هتقول اخد جوزها اكتر؟ لا هي اللي هتقول اخد جوزي اكتر. طب وهو؟ لا. طب خلاص يبقى في مشاكل يا جماعه، احنا لازم نحل المشاكل دي بيننا وبين بعضينا.